كلام حضرتك فكرني بمفارقة أخرى بين آدم والمسيح. آدم قبل أن يخلقه الله كان فين؟ كانش موجود. المسيح قبل أن يولد من العذراء كان فين؟ كان مال السماء والأرض، لأن مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. فقبل ولادته هو موجود. لما يقول لك في إشاعة 48 الآية 16، منذ وجود الله أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. في يوحنا 8:58، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فآدم لما خلقه ربنا بدأ وجوده. المسيح عندما ولد لا مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياته.